مساء الخير، مساء الخير أعزائي المشاهدين. اسمحوا لي أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نقطة من أول السطر. من أول السطر هتكون البداية، من أول السطر هنحكي الحكاية ومن غير خطوط حمراء كالعادة، هنفتح كل الملفات والقضايا. قضيتنا النهاردة مهمة جدا، عدة قضايا، لكن هبدأها بحاجة أحب كده نسمعها مع بعض. إن تركت أخاك تأكله الذئاب، غدا ستجوع الذئاب وبعدين لتأكلك. أهلا بكم في حلقة جديدة من نقطة من أول السطر. في ذكرى رحيل زعيم العروبة الرئيس جمال عبد الناصر، بيتم اغتيال القائد حسن نصر الله. لحظة مفصلية، لحظة تاريخية، لحظة مهمة في المنطقة العربية، لحظة بتتجاوز اغتيال شخص يعد رمز بيمس محور المقاومة والصراع الطويل مع إسرائيل. حسن نصر الله، حسن نصر الله ليس قائد عسكري أو زعيم سياسي. حسن نصر الله تحول إلى رمز للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، رمز لسنوات من الصمود قدام العدو. سقوط نصر الله لازم يكون بمثابة زلزال سياسي، زلزال عسكري، ليس فقط في لبنان بل في المنطقة بأسرها. إسرائيل بدأت بحرب إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، ثم قصف اليمن، ثم قصف لبنان، وها هي الآن بتتوعد إيران. إلى متى؟ إلى متى سيظل العرب في غفلة وسط انهيار لعدد كبير من الأنظمة؟ العراق، سوريا، اليمن، إيران. إيران اللي بتشكل الداعم الأكبر لحزب الله. يا ترى إيران هتقف مكتوفة الأيدي ضد النفوذ الإسرائيلي والغربي في المنطقة، ولا ستتجاهل الدول العربية القضية الفلسطينية؟ إحنا أمام واقع مؤلم ومخزي بنتخلى فيه عن المبادئ. اتحولت القضية الفلسطينية اللي كانت رمز للوحدة العربية إلى ورقة تفاوضية بتستغل لتحقيق مصالح ضيقة، في حين بيستمر الاحتلال الإسرائيلي في تمزيق الأرض بدءا من الأرض الفلسطينية، تهجير شعبها بغير مبالاة، غير مبال بأي شيء، بكل القوانين الدولية، بالأخلاق الإنسانية، دماء الشهداء، معاناة الأسرى لا تعني له شيئا. لكن سيظل اسم حسن نصر الله شوكة في حل إسرائيل مهما اختلفنا، وأيما كان اختلفنا معاه في أشياء واتفقنا معاه في أشياء، له ما له وعليه ما عليه. النصر في الآخر لأصحاب الحق.